امثال السيد الرب يسوع المسيح. هو جاي ان هو عشان هو اعمى عيونهم ما يشوفوش ولا يسمعوش، فلازم يديهم مثل زي ما انا في الفصل بشرح بدي مثل. اول واحد ملكوت السماوات الحنطه والزوان. الحنطه والزوان دي عدو بالليل وزرع الشر، زرع فتنه بين مسيحيين ومسلمين، بين مسيحيين وبعض، مسلمين وبعض. عمل ايه؟ الزوان. فالعبيد قالوا له الحق، قال ايه؟ قالوا ده في طلع زوان مع الايه؟ الحنطه. قال لهم طب سيبوه لما يكبر كله مع بعضي، وبعدين نلم الشرير ونولعه. الكلام ده بيحصل فين؟ الزلازل والبراكين. بلاقي حاجات غريبه جدا، الاقي بنت قاعده انا بستغرب على الايمان بتاعها، اكسلنت فيس، بتقول انا مبسوطه ان ربنا ما موتنيش، موت ابوها وام اخواتها، وهي قاعده وبتضحك من الافارقه اللي هم عايشين في، كان ساعه سونامي. لا، عظيم ايمانك، الله يحافظ على ايمانك. ما قالتش ربنا انت عملت لك، فهو عارف هو بيموت مين ويقعد مين. ساعة الزلزال الراجل اللي مسكه من رجليه ده فضل راسل تحت لحد ما اعترف انه دخل الواد اللي كان هياخد بنته عشان غلبان، زي اللي كانت ماشيه جنب الكنيسه وشكش اشكش ما علينا. المهم ان ربنا قال هلمهم للنار لانهم بذره شر، اللي هو في سفر حكمه 12 اولاد كان عن الملعون، حيث يقول في الارض ينتشر الفساد. يعلم الناس يزني مع كلب مع جوت، الاطفال في الشارع بيمسكوا بعض يزنوا مع بعض، وبعدين يحشوا 25 دخل يزنوا مع واحد. حاجه مجرفه يعني، ناس مجرفه. يا رب رجال العالم ان هم الزبل، ان هم ربنا مش عنصري، ربنا خلق الانسان على صورته ومثاله. اللي اختار ان يكون شرير وملعون وزي الكلب نزل لمستوى الحقير يعني. المهم تاني حاجه بقى، قال ايه؟ الخردل صغنونه خالص وتفرع زي واحد كان مشلول، وراحوا جوزوا واحده عندنا في البلد غلبانه، بس هي من عيله بس فجروا، وربنا اعطاله وخلف اكتر من اخوه اللي هو كان سليم، وفرع بقى وعياله دكاتره وبتاع مهندسين، وقول لهم ارفعوا راسي ده انا مشلول وعندي 50 فدان لكن مش عارف ايه. فعلا طيب نيجي بقى الخميره، حته صغنونه ايه تبهدل الدنيا. اذا الملكوت انت بتحط الخردل ما بتحسش اللي بالارض بتدي، ربنا بيحط البذره جواك ما بتحسش غير وانت بتحب ربنا، بتحب الخير. الطفل الصغير من غير ما حد يقول له، حتى اذا كان عمره يوم واحد. نيجي بقى كده بيقول لك وقت الحصاد دلوة. انا سكت عليكم كتير وقلت ده ربنا بعيد ما بيشوفش ولا يعرف، طب تعالوا لي بقى اما اوريكم انا مين، تعالوا شوفوا انا مين. همطر مطر نار، بس بتاع روسيا كانت للتأديب، يرجع يسند ابراهيم ابنه البكر اللي رفض ان يكسر الوصية، رفض يضرب السعودية واتفضحت الحكاية، والبعثين قالوا ده هو ايه مش بعث، ده سنة كافر. طب تعالوا بقى نشوف هنا ايه، هرس المنجل الحصاد. ايوة، ان ملائكة الهلاك الميتين مليون ملك هلاك، سبع رؤساء ملك هلاك، اما يقولوا ربنا يا رب عنب الشر خلاص استوى، الناس ما فيش فايده من شرها، لا بيناموا ولا يقوموا غير على شر، يتقصوا في عمرهم لو ناموا من غير ما يعملوا شر. لازم امه وقع، لازم مكالمات وشتيمه وسفاله ويعملوا مع بعض شر اي حاجه حلوه، يقول يضحكوا بقى ويقول انا عملت وعملت، ولا بس الزيزي عملت لك شيء مجرف مجرف. اعمال الشيطان كيف تكون انت على صورة الله ومثاله، تنزل المستوى الحقير ده. نبص هنا يقول ايه، اللؤلؤة كثيرة الثمن، يعني كل الثمن، بص كل دي رموز بتاعته، اللؤلؤة كثيرة الثمن، ثمنها ايه؟ يفوق كل عاية، الجسور واللي واللي واللي. طيب هنكمل تاني بعد كده الشبكة الجامعة، يعني ملكوت السماوات شبكة مطروحة بتلم في البحر كل أنواع السمك، صغير وكبير وكل، اللي هو الأمم كلها خلاص. طيب الملاك هتطلع وهتفرز،
انا قريت ايه جميلة قوي، بيقول لك هنا صف مين الزواني، الناحية دي صف الحرامية، والناحية دي صف القتلة، وناحية فيها صف اللي فيه بتاع كله ده زيزي اسمها سبوبة. فجمال يعني ربنا اله نظام ده، زي ان الشيطان عامل في المهاترات المصرية في زانية للسواجين نعمل بيها حوش سواجين جوا مصر برا مصر في السعودية وكده، وهو السواج اللي جابوه في البنشر بطقع الجار الامن المركز قرار اللي قتلته هم وهم زي البهايم، مش زي هم. تعالوا بقى شوفوا ايه، الشيطان نازل من فوق بالنظام، وقع في السعودية فربنا قالها نظف الارض دي توه ابونا ابراهيم، لان عارف انه هيتجوز هاجر، لان ام نصرة تفضل تزن عليه مش هتخليه يصبر لما هي اللي تخلف ايزك ابن المعاد. فالمهم راح وعمل ذبيحة ونزلت النار وقدست المكان اللي كان نجس بالشيطان. فنازل بالنظام، عارف نظامه بقوته، الله يحرق ويحرق الناس اللي تابعينه. المهم لما الناس تيجي تقول لك تعالى نشرب سجاير، تعالى نعكس بنات، تعالى مش عارف، هي دي زرع الشر. فييجي وقت الحصاد بقى، اللي مرجحش وتاب هيتحرق ذبيحة وبنداب وقرح ودسان هو وعيلته، الارض اتفتح واتبلعت ونزلت عليه النار. يا رب ده من شعبك، يا رب ده من هارون. خلاص خلاص فرصته راحت.